سيدي يا أبا عبد الله، أجز خطايا فإني تابع سببا. يا مالئ الطف من آياته عجبا، تأوي إليك من العشاق أفئدة، أتتك لما لقت من دهرها نصبا. وقيل عنا بأننا مغرقون ولا ينجي شفيع رهينا بالذي اكتسبا. يعمرون قصور الشرك من ذهب، يكفرون بهن القبة الذهبا. يكذبون شفاها قبلتك، وهم يقبلون أياد تعبد الكذبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطح المهاد ومسيل الوهاد ومخصب النجاد. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاه. والصلاة والسلام على من ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها مهتدلة. سيدي يا أبا عبد الله، أعذر قصر ليلي عن إدراك مناجاتي صبحك في محراب فجرك المنيف. أي تجليات سيرسمها القدر على أيدي العبد الضعيف؟ على لوحة السراب ثيمة لها من كواكب المجد ألف شبه وألف صورة ومثال. باصرتي ترسم بحر العفاف بأمواجه وألوانه الساحرة، فكيف لي بأعماقه وأغواره الفسيحة التي ليس لها قرار؟ كيف تتجسد صور المثال في انعكاس عينيك المغرورقتين باللآلئ والدرر، وصوت تهجدك وترتيلك المبحوح بالنشيج؟ يا أيها النور، السلام عليك يا أيها النور الساطع ببهائه إلى عنان السماء، السابح في ملكوت الأقداس وضياء الأملاك. أصلي وأسلم على سيدي ومولاي قمر العشيرة وحامل اللواء، سلام من لو كان معه في أرض الطفوف لوقاه بنفسه قطع الكفوف. قمر العشيرة، من تركت على الشريعة بالجراح من الجراح تغسل. جرح ينزف بدرا على وجه الرمال ترجلا، متوسلا بالموت دون أكفه والموت بين يديه مات توسلا. وأصلي وأسلم على شهداء العراق الأوفياء، الحشد نافذة تناثر ضوءها فنمت عناقيد من الأبواب. أيها الأكارم الأفاضل، ممثلي العتبة الحسينية المقدسة، السيد نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة، العلماء الأجلاء، الطلبة الكرماء، خدام الإمام الحسين عليه السلام، زواره جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات عند الله تبارك وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والعافية والإيمان، عظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء. أهلا وسهلا بهذه الوجوه النيرة التي حضرت معنا المجلس المركزي لطلبة الدورات الصيفية التي تقيمها العتبة الحسينية المقدسة، قسم الشؤون الدينية، شعبة النشاطات في مدينة كربلاء المقدسة، بمناسبة استشهاد الإمام السجاد صلوات الله تعالى عليه. وأكد هذا الترحاب بكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كتاب الله للأرواح روح،
به تحيا النفوس وتستريح، وتملأ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح. نجعل هذا الطموح يحلق بنا في فضاءات حرم الإمام الحسين مع تلاوة عطرة مباركة من لدن القارئ البرعم السيد مصطفى علي، يتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلاً نمد هؤلاء محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وزد وبارك على رسول وآله الأطهار. على رسول
كثير شكري وموفور الامتنان موصول لقارئ القرآن الكريم البرعم السيد مصطفى علي. شكر الله سعيه على هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة المهداة بعد إذنه إلى أرواح شهداء العراق وموتى الحاضرين جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. على بركة الله وإذانا ببدء عزاء هذه الطلبة المباركة، هذا الجمع المبارك، نبدأ هذه الشعيرة المباركة بالصلاة على محمد وآل محمد. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. شكر الله سعي القائمين على هذا البرنامج وجعل الله وإياكم من الذين تندبهم الزهراء وهي تبحث عن مجالس الحسين. وعن لسان الحال شاعر يصف هذه الأم العظيمة بكلماته: أنا الوالدة والقلب الأهفان ودور عزبني وين ما كان. جعل هذا المجلس ممن تحضره الزهراء ومولانا صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. عاشوراء يا سورة الفجر وليال عشر، يا حزن الشفع الدائم وحلم الوتر وحده لا شريك له، يا ليلى دولة حبتر التي تسري إلى قيام القائم. عاشوراء يا تهجد من أتاهم اليقين وهيبة أنصار الله حين قالوا نحن لها يا بنت علي، وصوت شحذ السيوف الصقيلة. عاشوراء يا قصة حسك السعدان العظيمة، ويا خوف أطفال وحيرة نساء. ظلامك كثيف حالك كوجوه من أحاطوا بحرم الحسين ومنعوا حرم الله شرب الماء. ليت شمسك تأفل بلا رجعة لكي لا نرى الحسين جندلا وصريعا. عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. أيها الأحبة الأكارم، كلمة الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة يلقيها رئيس قسم الشؤون الدينية الشيخ أحمد الصافي، فليتفضل محفوفا بالصلوات العاليات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في مثل هذه الأيام كانت شهادة سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين، وصورة الحزن والبكاء
على فقد هذا الإمام العابد الزاهد سيد الساجدين وزين العابدين، ومشاركة المؤمنين المحبين لأهل البيت الموالين لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عزائه، وأكبادنا هؤلاء الأولاد يشاركون الكبار في عزائنا على سيدنا ومولانا هذا الإمام الهمام. في الحقيقة هذا الموقف موقف مؤثر عندما نرى أبناءنا بهذه الأعمار. طبعا لا بأس أن أشير إلى حجم العمل الذي نقوم به، هذه نماذج ولا الحجم أوسع، لأن هذه في الحقيقة نتاج عمل الأخوة في شعبة النشاطات الدينية في المدارس الأكاديمية مدارس الوارث في برنامج القيم، وأيضا ما تقوم به أقسام العتبة بالمشاركة مع قسم الشؤون الدينية في إدارة الدورات الصيفية في عموم العراق وخارج العراق بما وصل العدد إلى 110,000. فهذا الذي أمامنا نماذج من هذه النشاطات التي تكون فعالة وأساسية خصوصا في العطلة الصيفية، بأن يجتمع هؤلاء الصغار الفتية لمراجعة بعض الأمور الأخلاقية الأدبية العبادية بما يليق مع أعمارهم. والحمد لله، نسأل الله التوفيق لزيادة هذه الخدمة. فعندما نرى هذه الثلة بهذه الروحية يجسدون محبتهم ومحبة أهاليهم للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته بهذا المنظر الحزين الكئيب، يبكون على إمامهم، يعكسون صورة عائلتهم من رباهم، كل طفل الآن يعكس صورة عائلته بولائها لأهل البيت، ولسان حال الجميع لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذه التربية الطيبة الطاهرة الحجر الطاهر أنتج هذه المواقف وهذه نماذج كما قلت من عدد كبير جدا يربو على 100,000 من ذكور وإناث في عموم العراق وخارجه فلذلك في الحقيقة هذا المنظر يحتاج إلى تأمل وإلى رسم للمستقبل إن شاء الله. 20 عاما قسم الشؤون الدينية يقوم بهذه الخدمة الإيمانية، خدمة أبنائنا الصغار، وكثير من أساتذة هذه الدورات الآن كانوا هم بهذه الأعمار قبل 18 عام 15 عام. فلذلك شجرة تنمو وتصل ثمارها إن شاء الله إلى الجميع. أبنائي أعزائي، الإمام زين العابدين من أئمة الهدى من المعصومين 14، وهو ابن الإمام الحسين عليه السلام، وكان حاضرا في واقعة كربلاء لكنه كان مريض، وشاء الله أن يكون هذا المرض سببا في نجاته من بطش العدو الغاشم القاسي المجرم، وكان معه ابنه
الإمام محمد الباقر صغيرا، وهذين الإمامين شاهدا مآسي كربلاء وما حصل على الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس، وابتلوا بما ابتليت به عائلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سبي وأذى وتعذيب إلى آخره مما حصل. الإمام زين العابدين كان معروفا بزهده، بعبادته، بعلمه الغزير الوفير، بدعائه، بتهجده، ويتميز من بين الأئمة صلوات الله عليهم بما قدمه لهذه الأمة من تراث فكري، منهج أخلاقي متكامل، منهج أخلاقي عقائدي علمي إلى آخره مما حوته أدعيته في الصحيفة السجادية الكاملة وغيرها من ملحقاتها. ومما أنتجته هذه اليد الطاهرة الكريمة رسالة الحقوق، ويخصنا الآن هو حقوق الأب على ابنه، حقوق الأم على ابنها، حقوق الابن على والديه. فلذلك تجسدت في هذه الفقرة من رسالة الحقوق قضية كبرى رسمت أسسها في القرآن من السماء واقترنت بالتوحيد، وهي البر بالوالدين. فلذا نحن نوصي أبناءنا أعزائنا بالبر بالوالدين، احترام الأب، السؤال عن حقوقه والالتزام بذلك. ليس المجال مجال تطويل في الكلام، وأكتفي بهذا المقدار حتى نعطي وقتا للفقرات الأخرى، لأن في ذلك تأثير إن شاء الله على الحضور وعلى المشاهدين. أنا أشكر جميع الأخوة الذين وقفوا معنا في هذا البرنامج في إنجاحه على مدى الأشهر السابقة والآتية، من دون ذكر عناوين وأسماء، شكرا للجميع. نسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا ويحفظ لنا سماحة المتولي الشرعي الذي يده الخير البيضاء في دعم وتشجيع مثل هذه البرامج، وكذلك جناب الأستاذ الحاج حسن رشيد الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، وسيد النائب وغيرهم ممن يشجعوننا على ذلك، ولهم اليد البيضاء في نجاح هذه البرامج. الجنبة الإعلامية لها دور، الأخوة في قناة كربلاء، الأخوة في الإعلام، الكرام في كل من يساهم في إنجاح هذه البرامج. شكراً للجميع، ونسأل الله أن يوفق الجميع للعلم والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآل محمد. رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة
فضيلة الشيخ أحمد الصافي على هذه الكلمة. أيها الأحبة الأكارم، هؤلاء الصغار هم فلذات أكبادنا، هم ورثة القضية ومداد عزاء السماء. استماعهم هذا يبعث برسالة من العالم أجمع، ويعربون بها عن هويتهم. لذا إن وجهنا لهم السؤال: من أنتم؟ مرحى لجميع الأساتذة الذين وقفوا معكم وشاركوكم علوم آل محمد، هنيئا لهم. فمن علم نفع وشارك الأمة بعلوم آل محمد كان الله في توفيقه وعونه إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. العطش سكوت النهر عن النطق ببنت شفا، العطش تخاذل الماء عن نصرة سيده، العطش تشنج المد وتقلص فاجأ الجزر فرده، العطش جفاف مشاعر الماء بل قتل مشاعره، العطش تلكؤ في مسير الماء وتغير في اتجاهه بعيدا عن القربة، العطش حين يغيب عنك الإمام. أيها الأكارم، ننتقل وإياكم إلى فقرة الشعر مع الشاعر البرعم جعفر هاشم الحسيني، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. الحضور الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. اسمي جعفر هاشم الحسيني من جمعية كشافة الكفيل. نرفع أحر التعازي وأصدق المواساة إلى مقام ولي الله الأعظم صاحب العصر والزمان، وإلى مراجعنا العظام والعلماء الأعلام، بذكرى استشهاد الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. وفي هذه الذكرى سنستذكر وإياكم حادثة حدثت في حياة الإمام زين العابدين عليه السلام. وهذه الحادثة عندما حج هشام بن عبد الملك وجهد أن يستلم الحجر الأسود، فلم يصل إليه لكثرة زحام الناس عليه، فنصب له منبر فجلس عليه وأطاف به أهل الشام. فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين السجاد فطاف بالبيت، فلما بلغ الحجر الأسود تنحى الناس كلهم وأخلوا له الحجر ليستلمه هيبة وإجلالا له، فغاض ذلك هشاما وبلغ منه، فقال شامي: من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة؟ فنكره هشام وقال: لا أعرفه، لئلا يرغب فيه أهل الشام ويسمعوا منه. فقال الفرزدق الذي كان حاضرا: أنا أعرفه. فقال الرجل الشامي: من هو يا أبا فراس؟ فقال الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده، صلى عليه إلهي ما جرى القلم، لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لخر يلثم منه ما وطى القدم، هذا علي رسول الله والده، أمست بنور هداه
هذا ابن سيدة النسوان فاطمة وابن الوصي الذي في سيفه نقم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، ينجاب نور الدجى عن نور غرته كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم. ما قال لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. مشتقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم. إن قال قال بما يهوى جميعهم، وإن تكلم يوما زانه الكلم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، الله فضله قدما وشرفه، جرى بذاك له في لوحه القلم. عم البرية بالإحسان وانقشعت عنها العماية والإملاق والظلم، كلتا يديه غياث عم نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما عدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه خصلتان الحلم والكرم. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم، وقربهم منجى ومعتصم. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. كثير الشكر وموفور الامتنان موصول للشاعر جعفر هاشم الحسيني، سائلين الله أن يمده بالقريحة واللسان القائل للشعر في حق أهل البيت ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أيها الأكارم الأفاضل، ننتقل وإياكم إلى تمثيل بحق الأم الرسالة الحقوق، أداء فريق وصايا، نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا أعزائي. يا ابن رسول الله، أنا يتيم الأب وأمي امرأة مؤمنة، وقد علمت بأن لها علي حقا، فهل لا علمتنيه؟ نعم، لأمك حق كما لأبيك حق، وكل شيء في هذه الدنيا لك عليه حق وله عليك حق. فأما حق الأم فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا، وأنها وقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها، مستبشرة بذلك فرحة موابلة، محتملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمها، حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض، فرضيت أن تشبع وتجوع هي، وتكسوك وتعرى، وترويك وتظمأ، وتظلك وتضحى، وتنعمك ببؤسها، وتلذذك بالنوم بأرقها، وكان بطنها لك وعاء، وحجرها لك حواء، وثديها لك سقاء، ونفسها لك وقاء، تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك، فتشكرها على قدر ذلك، ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه. ما أعظم حق أمي، يا له من حق عظيم. آن للدمعة أن تكحل وتطرز الوجنتين مع نعي الملا علي رضا، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. الله صلوا على محمد وآل محمد. يا علي السجاد ظلت ترب عينه، وكل أهل المحنة مفارقينه. على السجاد ظلت ترب عينه، وكل أهل المحنة مفارقينه. أنا علي على فراش المرض، أنا ما حد يعينه، وين حسين يحضر لابنه وينه؟ يا وين حسين يحضر لي يا ابنه وينه؟ Oh,
دمع عيناي سالب ساع واجره وبعد قلوبنا على حسين دمع عيناي سالب ساع واجره وبعد قلوبنا على حسين انا واجره ضيمي ما سد على انسان انا واجره عليل وبالحبيل مكتوف ودي يا ابن امي انا علي السجاد علي هواي تعذبت هواي تعذبت والجفن انا حيلاي من ديك الخراب انهدم حيلاي من ديك الخراب انهدم انا حيلاي متت من ما متت صفي رقيه يا متت من ما متت بصفي يا رقيه. صلوا على محمد وآل محمد. وفق الله ناع الحسين الملا علي رضا لإقامة مجالس الإمام الحسين عليه السلام ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أما الآن أيها الأحبة الأكارم، ستحدو بنا حروف المناجاة وكلمات العزاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بقيع الغرقد. ننشد السلام على سيدنا ومولانا سيد الساجدين وزين العابدين الإمام السجاد سلام الله تعالى عليه. نتوجه إليه بقلوب حرة ودموع عبرة جارية على مصابه ومصاب الإمام الحسين عليه السلام. استقبلوا قصيدة للسيد سجاد الحلو بالصلاة على محمد وآل محمد. عقد وفاءكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. مأجور إن شاء الله تقوم على حيلك إن شاء الله. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. وإنت بمكانك فدوى أروح لك، وإنت بمكانك إن شاء الله ترفع إيدك وتوسم صدرك فدوى أروح لك. الثالثة على حب سيد الشهداء بأعلى أعلى أصواتكم. قبل لا نبدي نسمع للمولى سيدي ومولاي الإمام الحسين ثلاثا بأعلى أصواتكم: لبيك يا حسين. بارك الله بكم. يا حسين ويمصاب آيح إيه صوتك صوتك وإيدك يا حسين ومصاب يا زين بتوين ويتنادي يا صوتك صوتك
يا حسين يا ذكرك يبطر في لساني. يا حسين يا ما شاء الله. اي ناجي صار يبدا افتارك ابدا افتارك عنوانه. يا اسمعني اسمعني اسمعني، ارفع ايدك ارفع ايدك اليمين فدوى اروح لك، اقبل اياديكم ارفع ايدك. امام الساجدين وزين ال عابدين، إمام الساجدين وزين العابدين. أريد جواب قوي إن شاء الله تسمع للعالم. ونحن بذكرى شهادة سيدي ومولاي الإمام السجاد، سيد الساجدين وزين العابدين، قبل لا تحفظ المستهل سمعني صلوات عالية بأعلى أصواتكم. إمام الساجدين وزين العابدين، ارفع ايدك. إمام الساجدين وزين العابدين، بعد بعد. إمام الساجدين وزين العابدين، إمام وزين العام. احفظ احفظ هن، ما اريد من عندك هواي كلمتين فدوى اروح لك. شباب نشامم يلا. امام الساجدين وزين العابدين، يلا اليك. امام إيه هذا الجواب. وزين العابدين يلا الطوم. إمام الساجدين وزين العام. انت يا ربيع إمام على البرية، الله خاصك بالكرامة الأحمدية، وارث علوم النبي وحامل حمية، يا علي السجاد شايل كم رزية، يا علي السجاد شايل كم رزية. شبيها للحسين وزين العابدين، شبيها لل وزين ال يلا إمام الساجدين. إمام الساجدين ما شاء الله وزين العام. ما اريد واحد ساكت. امام وزين العام. اي الله خاصك بالقداسة وبالإمامة، والنبي خاصك يا ابو الباقر سلامة، يا علي الوالاك يربح بالقيامة. قولها وياي. يا علي الوالاك يربح بالقيامة، والنكر فضلك يعظ اصبع ندامة، والنكر فضلك يعظ اصبع ندامة. سليل الطاهرين منو وزينول. إمام الإمام السا الله وزين ال شباب شباب. إمام السا وزين ال فدوى. إمام الساجدين وزين ال شفت بعيونك مصاب الغاضرية، يا علي السجاد وجه روحك خفية، وشفت زينب عمتك راحت سبية، وشفت زينب عمتك راحت سبية، عالهزل مجتوفة بحبالة لمية، عالحبيب
المجتوفة بحبالا لمية منار الصابرين وزين العام إمام الساجدين إمام ما شاء الله وزين العام إمام الساجدين وزين ما نشف دمعك يا ابو الباقر مسيله واحد واحد ارفع ايدك وياي باو علي باو علي فدوه ما نشف دمعك يا ابو الباقر مسيله ما نلومك والمصايب مو قليله لكن اصعبهن وشد سبيل عقيله لكن اصعبهن وشد سبي العقيله زينب مشوخه على الناقه الهزيله الناقه الهزيله صبور كل حين وزين العام امامه السا وزين لا تتعب لا تتعب امامه ما شاء الله وزين الليل قربت سيدي الليل قربت سيدي الليل قربت سيدي ليك الشهادة استشهدت مسموم لامو على الوسادة استشهدت مسموم لا مو على الوسا اي نقيم مأتم هذا يل سجاد عادة ندري ذكرك سيدي اعظم عبادة ندري ذكرك سيدي اعظم عبادة دليل الحائرين منو وزينو إمام الساجدين إمام وزين زلزلها الشام بكلماته زلزلها الشام وياي زلزلها الشام بكلماته زلزلها الشام عفية عفية زلزلها الشام زين العبا دعني بهاية بالمجلس من قال حكاية رادي ذلي زيد الغاية رادي ذلي زيد الغاية ويبث للعالم كلماته زلزلها الشام بكلماته زلزلها الشام عفية عفية صوتك زلزلها الشام بعد زلزلها الشام انزل 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 صاحي وعدوان يسمعونه حيدار يا علي حيدار 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 صاحي وعدوان يسمعونه جدي المرسل وتعرفونه ذاك الخالف تقانونه ذاك الخالف تقانونه وحاربت دينه وآياته زلزل الشام بكلماته زلزل بيت الدعاء زلزل الشام اسمع اسمع أنا بن حسين الذلاكم يا حسين يا حسين أنا بن حسين الذلاكم عمي العباس البتشاكم بلا روس الكاف الخلاكم بلا روس الكاف الخلاكم
يقطع بس روس بضرباته زلزل هالشام بكل ماته. وأريدك أريدك صوت عالي يزلزل العالم جميعا، لبيك يا حسين.